الافريقيه اللي جايه. الاهلي عنده بلاتينيو يوم السبت، شايف المباراه دي عامله ازاي؟ هتكون عامله ازاي؟ مباراه مهمه جدا، لان في تفاوت ما بين مستوى النادي الاهلي الافريقي عن مستوى النادي الاهلي المحلي. النادي الاهلي المحلي ياخد 10 على 10 لان جاب العلامه الكامله وعامل اداء كويس وماشي كويس على المستوى المحلي. لكن تيجي للنادي الاهلي على المستوى الافريقي نتائجه مش ولا بد، هو ثالث المجموعه، ما زال محتاج لفوز على بلاتينيا. لو ما عملش ماتش الاهلي قوي وقدر يكسب مكسب مريح علشان يقدر يكمل في المجموعه، اعتقد هيبقى موقف الاهلي صعب الافريقي. لكن ما زال موقف الاهلي الافريقي اصعب من موقف المحلي بكتير، وفي تفاوت ضخم جدا زي ما انا بقول ما بين مستوى الاهلي المحلي ومستوى الاهلي الافريقي. استاذ بليه، بص انا الاستاذ عمرو اتكلم في حته مهمه جدا، فرق التفاوت بين المستوى الاهلي المحلي والافريقي. المشكله مش في الاهلي، ما هو الاهلي مستواه ثابت، المشكله في الدوري المحلي، الخلل في الدوري المحلي. ودليل ان انت يعني لعبه الكراسي الموسيقيه مش دليل على قوه الدوري، دليل على انه ما في مستويات متفاوته. ولما الكابتن حسام البدري وانت انفردت وجبته واتكلم على انه الدوري المصري ضعيف وان هو لا غير قادر على افراز، الراجل اتكلم بصراحه. احنا في ناس كثيره انتقدته هجمته وقالوا له في اتحاد الكره اسكت ما تتكلمش الكلام ده، انت بتجد مبررات. لا دي حقيقه، الدوري المصري حاليا قال لا يفرز لعيب ان هو يكون لاعب منتخبات. الدوري المصري زي ما بنشوف ادينا زي احنا بنقول في تفاوت بين المستوى الافريقي والمحلي، لا، لان احنا مستوانا سيء على المستوى المحلي. يعني ليه لما الكابتن حسام اتكلم يعني طبعا تتفق او تختلف معاه، كان متفق جدا معاه في الجزئيه دي، ليه لما يتكلم بصراحه احنا نخاف؟ ليه ما نعترفش احنا الدوري المصري اسوأ دوري مصري السنه اللي فاتت، اتفرجنا استمتعنا بالدوري للنهايه. بحب جدا افتش في النوايا، خصوصا لو هي نوايا سيئه، ومفيش اسوأ من النوايا اللي احنا سمعناها. جمله وسط الكلام، النادي الاهلي ثالث مجموعته. انت شايف الصورة ازاي؟ النادي الاهلي بيتساوى برصيد 6 نقاط مع المتصدر، وعنده نفس عدد النقاط مع النجم الساحلي والهلال. شفتوا الموضوع اتقال ازاي؟ حاجة تانية، ممكن اقول موقف النادي الاهلي في افريقيا هو مش بنفس جودة موقف النادي الاهلي في الدوري، شيء منطقي، ولكن الموضوع عرض على طريقة ان النادي الاهلي موقفه بالغ الصعوبة ومهدد بالخروج. والنادي الاهلي جملة بقى تانية قالها أستاذ بليغ أبو عايد راحت بقى في حتة تانية خالص. بص، ده لو دققنا في الكلمة يا أحمد هناخد بالنا من اللي جوه تفكيره، لأنه قالك إيه بقى؟ قالك لأ، هو مستواه في أفريقيا زي مستواه في الدوري، مفيش تفاوت، لكن الدوري ضعيف. أيوه، هو عايز يقولك إن أنت ضعيف كمان في الدوري، بس ضعيف كمان في أفريقيا. مش إن أنت جيد في الدوري ولكن في أفريقيا لسه ما بقتش بنفس الجودة، وده أخطر. الفكرة دي أتقبلها لو أنت نادي تاريخك في الدوري عريق وفي أفريقيا محدش يسمع عنك، إنما النادي الأهلي نادي القرن في أفريقيا. وأعتقد أستاذ بليغ أبو عايد نفسه كان له كلام قبل كده في الموضوع ده، النادي الأهلي نادي القرن في أفريقيا. هو نيجي بقى للألفية الحديثة نشوف النادي الأهلي اللي كان ماشي في الدوري ومكتسح، هل كان في نفس الوقت ده في أفريقيا عاجز، أو في نفس الوقت كان في أفريقيا بعيد؟ هل نفس الوقت ده كان في أفريقيا مش قادر يكون نفس النادي الأهلي، ولا النادي الأهلي سيد الأندية في مصر وسيد أندية أفريقيا كما يردد المعلقين الغير مصريين؟ نشوف التصميم ده اللي بيعرض بطولات النادي الأهلي في الدوري من فترة من 2005 وما يتزامن معها من بطولات النادي الأهلي في أفريقيا. 2005 بس عايزين نوضح، عشان احنا بدأنا من 2005 في الألفية الجاية ناخد الدوري بالظبط. احنا بنتكلم في موسم 2005 في دوري أبطال أفريقيا انت بطل، في الدوري المصري بطل، في موسم 2006 بطل في الدوري، بطل في دوري أبطال أفريقيا، موسم 2007 انت البطل في الدوري وصيف دوري أبطال أفريقيا، 2008 بطل دوري أبطال أفريقيا وبطل الدوري، 2009 بطل الدوري ودور ال 16 دوري أبطال أفريقيا، 2010 البطل في الدوري نصف نهائي أفريقيا. طبعا النصف نهائي ده خرجنا بإيد إنرامو 2010 بمباراة الترجي الشهيرة. 2011 بطل في الدوري ربع النهائي في أفريقيا، 2012 و2013 البطولتين لم تكتمل في الدوري والنادي الأهلي بطل أفريقيا،
2014 بطل الدوري وبطل الكونفدرالية، 2015 وصيف الدوري ودور ال 16، 2016 بطل الدوري ربع النهائي، 2017 بطل ووصيف في افريقيا، 2018 بطل ووصيف في افريقيا، بطل في 2019 ودور الثمانية في 2019. اخر 15 موسم انت بتحقق 12 دوري وبتحقق 6 بطولات افريقية على مستوى دوري الابطال او الكونفدراليه، 5 دوري ابطال وكونفدراليه، لعبت 8 نهائيات من اصل 15 نهائي. فين ده؟ لو انت اللحظه فكرت وعرفت قد ايه النادي الاهلي هو سيد سادات الانديه الافريقيه والمصريه، اتحدى تجيب لي فريق كان ممكن يكون على نفس النسق ده. طب انت حتى ما بتتكلمش في فتره بعيده، وعلى فكره الكلام ده كان ممكن احمد في وقت كتير جدا يسحب من عزيمتنا ويوقعنا، زي بطوله 2013، واكيد انت فاكر معايا بدانا بتعادل مع الزمالك في الدور في دوري المجموعات، ثم تلاه هزيمه من اورلاندو بثلاثيه في الجونه، ثم الخساره من ليوبار في الكونغو، وبقينا لا صعب جدا. ليوبار ما خسرناش، احنا كسبنا بجول هدف فريق سليمان، ده كان النقله. ولكن كان موقفنا في المجموعه صعب بعد جدا، اول ماتشين كان بعد اول ماتشين كان موقفنا صعب، وعملنا ريمونتادا زي ما بنتكلم، وحققنا انهينا المجموعه بعد التعادل والخساره، وما كناش في الموقف ان احنا مع المتصدر 6 نقط زي السنه دي. لا، انت كان عندك في اول جولتين عندك نقطه وحيده، ولكن قدر النادي الاهلي مش ينهي بس حتى في المركز الثاني، ده يتصدر مجموعته وانتهينا البطوله، حققنا البطوله في النهايه. في الوقت ده لو كنا استسلمنا لتصريحات زي دي، اعتقد كان مستحيل ان احنا نحقق حاجه. ان شاء الله النادي الاهلي هيكسب بكره ويرد في الملعب، وردينا تاريخيا، بس اللي يهمنا كمان الحاضر والمستقبل. فارس بص، هو انت اتكلمت في نقطه، هي فكره احباط النادي الاهلي ودايما تقليل من اي انتصار للنادي الاهلي. احنا بالمناسبه هنا كمان ما ضفناش 5 بطولات سوبر افريقي، يعني الخمس بطولات دوري الابطال دوري احنا خدناهم، خدنا 5 بطولات سوبر افريقي وخسرنا سوبر افريقي سادس بركلات الترجيح لما عماد متعب احرز هدف في الدقيقه 90 ولجأنا لركلات الترجيح. يعني كمان من اصل 6 بطولات سوبر لعبناهم حصلنا على 5 بطولات سوبر. لكن الفكره كلها دايما بتتراوح ودايما الكلام بيتردد عند الزملكاويه، فكره اللي هي لما خدنا البطوله افريقيا بدون دوري قال لك بطوله افريقيا كمان بقت بطوله ضعيفه وما بقتش بنفس القوه و و و، برغم ان انت مش قادر تحقق البطوله دي. الاهم بقى فكره ان يقول لك اصل انت بتاخد الدوري عشان بيتقدم لك مساعدات، فبالتالي بتتكشف في افريقيا، ودي قالها ناس كتير جدا من الجانب الاخر. والحقيقه انا مش فاهم هم بيحسبوا الموضوع ده ازاي، وانا 8 بطولات افريقيه على قمه الانديه اللي حصلت على بطوله افريقيا، انا مش مطالب كل ما اخد دوري اشارك في افريقيا اخدها، انا هنا في بطوله افريقيا بلاعب ابطال، وفي بطوله الدوري انا تحديدا البطل وبلاعب ناس بتنافس على انها تصارع البطل، المنافسات مختلفه. ومع ذلك مش بالضروره ان انا اخد دوري اخد افريقيا. ريال مدريد على سبيل المثال اخر 5 سنين واخد بطوله الدوري واحده، لكن واخد 4 دوري ابطال، منهم طبعا امام اتلتيكو وكان ثالث الدوري الاسباني او الليجا الاسباني. على عكس فريق زي برشلونه اخر 5 سنين حقق 4 بطولات دوري محلي وبطوله واحده بس دوري ابطال اوروبا. فكل مباراه وكل بطوله ولها معاييرها وظروفها، ولكن احنا فاهمين كويس قوي انتوا عايزين تعملوا ايه، ومش هنسمع للكلام ده. والنادي الاهلي ان شاء الله مكمل في طريقه كسيد انديه مصر وسيد انديه افريقيا، ودي كانت نقطه حبينا نقفلها عشان ننتقل لنقطة تانية مهمة جدا، وهي فكرة الحديث